بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم طلبة الطب الاعزاء. ان شاء الله هنكمل مع بعض موضوعات الفارماكوكاينتكس. المرة اللي فاتت اخدنا مع بعض الابزوربشن، وبعد كده خدنا الديستريبيوشن. هنكمل الرحلة بتاعة الدواء داخل الجسم عشان نعرف المرحلة اللي بعد كده، اللي هي مرحلة الميتابوليزم، اللي هي عملية التكسير بتاع الادوية، ثم مرحلة الاكسكريشن اللي هي عملية الاخراج بتاع الادوية من الجسم. نبدأ مع بعض بالدراج بايو ترانسفورميشن، او الاسم اللي هو المشهور عنها يعني، او الاسم اللي يعتبر يعني قديم شوية، اللي هو الدراج ميتابوليزم. عملية البايو ترانسفورميشن او الميتابوليزم تعرفها، it is a metabolic conversion of drug molecules to more water soluble metabolites that are more radially excreted. بمعنى ان العملية دي هي عملية تهيئة وتحويل للدواء، الدواء بيتحول فيها الى مركب ووتر سوليبل، يعني بيدوب في الميه بسهوله، عشان يبقى جاهز لعمليه الاكسكريشن. يبقى عمليه البايو ترانسفورميشن دي تحضير الدواء للمرحله اللي بعد كده يا دكاتره، اللي هي مرحله الاكسكريشن. خلي بالكم من حاجه، زي ما هنعرف في الاكسكريشن، ان الدواء عشان يحصل له اكسكريشن ويخرج بره الجسم لازم يبقى ووتر سوليبل، بمعنى ان هو ايونايزد. الدواء اللي بيبقى ايونايزد بيبقى ووتر سوليبل، ده اللي ممكن يحصل له الاكسكريشن. لكن طول ما الدواء ليبيد سوليبل، بمعنى ان هو نون ايونايزد، ده كده مش هيحصل له اكسكريشن. طيب عمليه البايو ترانسفورميشن دي يا دكاتره، في احتمال من ثلاثه ان عشان يحصل فيها بتحصل مع الدواء، يعني الدواء اللي هيحصل له البايو ترانسفورميشن احتمال حاجه من ثلاثه، ودي حته مهمه نخلي بالنا منها. اول حاجه، ان في اغلب الاحوال ان الدواء بتاعي بيحصل ميتابوليزم او بايو ترانسفورميشن للدراجز عشان يتحول الى ميتابولايتس. طبعا الميتابولايتس دي مقصود بها مركبات كيميائيه ناتجه من عمليه الميتابوليزم، بيتحول فيها الدواء الى ميتابولايتس بتبقى فارماكولوجيكالي ان اكتيف، بمعنى ان الدواء داخل الجسم اكتيف، يعني دواء فعال ونشط وليه تاثير ويقدر يمسك في الريسبتور. بعد ما ادى الوظيفه بتاعته، حصل له ابزوربشن وديستريبيوشن وخلاص وتمام واشتغل وزي الفل، يروح بعد كده يحصل له عمليه البايو ترانسفورميشن عشان يدي ان اكتيف ميتابولايت، ودي بتحصل مع اغلب الادويه تقريبا، ودي بنسميها احنا عمليه الديتوكسيفيكيشن، عمليه التخلص من الادويه. في بعض الحالات بقى بيحصل ان البايو ترانسفورميشن ده بيحصل لدواء اكتيف ينتج عنه اكتيف ميتابولايتس، يعني الميتابولايتس اللي هتطلع من عمليه البايو ترانسفورميشن هي كمان اكتيف. يبقى انا عندي دواء اكتيف حصل له بايو ترانسفورميشن، تحول الى برضو اكتيف ميتابولايتس. مثال عندنا مشهور خالص، دواء اسمه الكودايين. الكودايين ده دواء يعني ليه استخدامات، يعني بيستخدم اكتر في علاج الكحه. الكودايين ده بعد ما بيشتغل بيروح الليفر، يحصل له بايو ترانسفورميشن، يطلع لي حاجه اسمها مورفين. المورفين ده دواء مسكن قوي وفعال، يعني برضه هو كمان ده اكتف. ده مش بس كده، ده كمان المورفين نفسه ده بعد ما يروح ويشتغل ويلف اللفه بتاعته ويرجع للليفر، يحصل له بايو ترانسفورميشن، هو كمان يطلع اكتف ميتابولايت زي ما هنشوف بعد شويه، حاجه اسمها مورفين 6 جلوكيورينايت. ممكن بقى عملية البايو ترانسفورميشن تحول أو ينتج عنها تحويل دواء inactive بنسميه برو دراج يتحول إلى active metabolite. يبقى هنا الدواء دخل الجسم في صورة inactive، مش فعال، يعني مادة كيميائية غير فعالة، دي بنسميها إحنا برو دراج، لأن هو مش دراج، هو برو دراج. لولا ما يدخل جوه الجسم ولولا ما يروح يحصل له عملية البايو ترانسفورميشن، لولا ما يتحول لأكتيف ميتابولايت ويبدأ يشتغل. دي مثال علينا يعني من ضمن الامثله، دواء اسمه اينالابريل. اينالابريل ده دواء بيستخدم في علاج الضغط، ده غير فعال، لما باخد انا الاينالابريل ملهوش اي تاثير الا بعد ما يروح الليفر ويحصل له اكتيفيشن ويتحول الى اينالابريليت. الاينالابريليت ده هو الاكتيف ميتابولايت، وهو ده اللي هيروح يشتغل ويدي التاثير. نخلي بالنا من حاجه مهمه يا دكاتره، ان الدواء الاكتيف اللي بيتحول الى اكتيف ميتابولايت ده معناه ان الديوريشن اوف اكشن بتاعته طويله. ليه؟ لان الدواء اشتغل وادى تاثير، ولما حصل له بايو ترانسفورميشن طلع كمان اكتيف ميتابولايتس، هي كمان بدورها هتشتغل وتدي تاثير، فالديوريشن بتبقى طويله نسبيا. بينما الدواء اللي هو البرو دراج، اول ما اشوف دواء من ضمن الخصائص بتاعته ان هو برو دراج،
افهم ان الاونست اوف اكشن يعني ان هو يبدا يشتغل ويدي تاثير دي بتبقى متاخره شويه. ليه؟ لان هو غير فعال، مش هيبدا يشتغل الا لما يحصل له بايو ترانسفورميشن. في بعض الحالات بقى يا دكاتره عمليه البايو ترانسفورميشن دي ممكن ينتج عنها تكوين مركبات سامه توكسيك ميتابولايتس زي دواء اسمه اسيتامينوفين. اسيتامينوفين ده ليه اسم تاني يمكن مشهور شويه اللي هو الباراسيتامول. الباراسيتامول ده اللي هو زي البنادول، اقراص البنادول اللي كلنا بنسمع عنها دي يعني. الاسيتامينوفين او الباراسيتامول ده عمليه البايو ترانسفورميشن بتاعته لو بصينا للصوره دي يا دكاتره هنلاقي ان بيحصل له تكوين لماده كيميائيه اسمها نبكي. مش مهم يعني الماده دي اسمها ايه او هي اختصار لايه، المهم ان دي ماده سامه، والماده السامه دي المفروض يعني ان الكبد بيعرف يتعامل معاها في وجود الجلوتاثيون ويحولها الى نون توكسيك ميتابولايت. لكن لو في نقص في الجلوتاثيون او ما فيش جلوتاثيون في الليفر للاسف الشديد دي الماده دي بتبقى هيباتوتوكسيك وبتعمل ليفر دامج. اذا عمليه البايو ترانسفورميشن قد ينتج عنها توكسيك ميتابولايتس. كلينيكال كوريليشن يعني عشان نربط الكلام ده بالكلينيكال، حته الاكتيف ميتابولايتس اللي اتكلمنا عنها دي احنا ادينا مثال الانالابريل يتحول لانالابريليت. في مثال تاني هنا زي دواء اسمه ديازيبام. ديازيبام ده تبع عيله اسمها عيله البنزو ديازيبنز. البنزو ديازيبنز دي اللي هي المهدئات والمنومات، الادويه اللي بناخدها لو في واحد عنده ارق او عنده قلق ومش عارف ينام فبياخد الادويه دي. في دواء اسمه ديازيبام ده لما بيحصل له بايو ترانسفورميشن يكون لي ميتابولايت اسمها نور ديازيبام. النور ديازيبام ده اكتيف ميتابولايت ليه افكت زي الدواء الاساسي اللي هو الديازيبام. اذا الدواء نفسه اشتغل كمهدئ ومنوم، سيداتيف هيبنوتيك، كلمه سيداتيف يعني مهدئ وهيبنوتيك يعني منوم. هو الديازيبام اشتغل كسيداتيف هيبنوتيك ولما حصل له بايو ترانسفورميشن كان المفروض تأثيره ينتهي وخلاص ودوره يخلص على كده. لا، ده الميتابولايتس اللي طلعت هي كمان اكتيف وهي كمان اشتغلت وليها سيداتيف هيبنوتيك اكتيفيتي. فعشان كده الدواء اللي ليه اكتيف ميتابولايت دايما بنترجمها احنا ونفهم على طول ان ده ليه لونج ديوريشن اوف اكشن، يعني تلاقي الشغل بتاعه بيطول. ليه؟ لان ده اشتغل والميتابولايت كمان اشتغل. organs responsible for biotransformation يعني العملية البايو ترانسفورميشن دي بتحصل فين في الجسم. طبعا المين سايت اوف بايو ترانسفورميشن هو الليفر، وده حتة مهمة تخلي بالكم منها. العضو الاساسي المسؤول عن عملية البايو ترانسفورميشن هو الكبد، ولكن ده لا يمنع ان في other organs مسؤولة عن البايو ترانسفورميشن بس بنسبة قليلة، يعني زي الكيدني، زي الجي اي تي، زي اللونج، زي البرين، وزي السكن. phases of bio transformation دي مهمة او نخلي بالنا منها. الفيزز دي يا جماعة بتبقى عبارة عن phase 1 و phase 2. يعني عملية البايو ترانسفورميشن دي بتحصل المفروض على 2 phases، phase 1 و phase 2. تعالوا كده نشوف مع بعض ايه اللي بيحصل في phase 1. phase 1 ده بيشمل شوية تفاعلات كيميائية بتحصل للدواء زي مثلا الاكسيديشن، الريدكشن، والهيدروليسيس. والاسماء دي مهمه تخلي بالكم منها بتيجي كتير في الامتحانات. المفروض ان الدواء يا جماعه بيدخل عمليه البايو ترانسفورميشن في صوره ان هو لايبوفيليك. كلمه لايبوفيليك يعني ليبيد سوليبل. المفروض ان هو بيدخل بيعدي بفيز 1 يحصل له تفاعل كيميائي على حسب كل دواء، طبعا بتختلف من دواء للتاني، اوكسيديشن او ريدكشن او هيدروليسيس على حسب. دي بتحوله الى ان هو يبقى بولر. بولر يعني ايونايزد، يعني المفروض ان هو كان هنا نون ايونايزد بقى الى حد ما اتحول وتغير واتجه ان هو يبقى شويه ايونايزد. المفروض ان هو بعد كده بيروح داخل على فيز 2. فيز 2 بقى دي بتعمل فيه تغير كيميائي تاني اسمه كونجوجيشن، ان انا بلزق فيه مركب كيميائي بيطلع عندي كونجوجيشن برودكتس، ناتج الناتج من عمليه الكونجوجيشن ده المفروض ان هو بقى ووتر سوليبل. يبقى انا كده حولت الدواء من ليبيد سوليبل الى ووتر سوليبل عن طريق الفيز 1 ثم الفيز 2. بس نخلي بالنا من حاجه ان في بعض الادويه بيحصل لها حاجه غريبه خالص، ان هو ينط على طول لفيز 1 لفيز 2 بعد كده يرجع يحصل له فيز 1. يعني الموضوع او الترتيب ده معكوس شويه، مش فيز 1 وفيز 2، لا ده فيز 2 بعد كده فيز 1 زي ما بيحصل مع دواء اسمه ايزونايازيد. ايزونايازيد ده دواء بيستخدم في علاج مرض التيوبركلوزس اللي هو مرض السل او الدرن.
عملية الفيز 1 رياكشنز دي الانزيمات اللي مسؤول عنها بقى ايه، دي مهمة. ممكن عملية الفيز 1 تبقى مايكروزومال ميتابوليزم، يعني تحصل في حاجة اسمها مايكروزومز، او ممكن تبقى نون مايكروزومال، يعني مش بتحصل في المايكروزومز. طيب مايكروزومال يعني حاجة، الاسم ده مشتق من السموث اندوبلازميك ريتيكولم، بتتحول تكون كور كده صغيرة اسمها مايكروزومز، فعشان كده سموها مايكروزومال انزيمز او مايكروزومال ميتابوليزم، يعني الانزيمات المسؤولة عن هذا النوع من الميتابوليزم موجودة في السموث اندوبلازميك ريتيكولم. اشهر مجموعة من الانزيمات اسمها سيتوكروم بي 450، سيتوكروم بي 450 ايزوزايمز، دي مجموعة من الانزيمات مسؤولة عن جزء كبير من الفيز 1 رياكشنز، ودي مكانها زي ما احنا عرفنا في السموث اندوبلازميك ريتيكولم. طيب مكانها موجود فين؟ طبعا اكتر مكان زي ما قلنا في الليفر، بس ده لا يمنع ان السيتوكروم بي 450 انزيمز دول موجودين برضو في الجي اي تي وفي اللانجز وفي الكدني. المجموعه الانزيمات اللي هي السيتوكروم بي 450 عشان يشتغلوا لازم بيحتاجوا الى اكسجين وناد بي اتش. ده مثال على التفاعل الكيميائي اللي بيحصل فيز 1 رياكشن المايكروزومال بالسيتوكروم بي 450. طبعا احنا مش هنحفظ الكلام ده، بس عشان نوريكم ان هو التفاعل الكيميائي كله دي واللفه الطويله دي بتتطلب وجود ناد بي اتش في الموضوع، وبتتطلب وجود اكسجين. ليه؟ عشان تحصل عمليه تحويل الدواء، دخل الدواء في المنظر اللي انتم شايفينه ده، يلف اللفه بتاعته يطلع عندي مضاف لمجموعه هيدروكسيل او اتش جروب. طبعا دي بتتم عن طريق البي 450 انزيمز. طبعا زي ما انتم شايفين موضوع معقد، يعني مش بسهوله، يعني الدواء اللي هو الار اتش ده دواء دخل اللي هو الاكتيف، حصل له فيز 1 تحول الى ار او اتش اللي هو حصل له عمليه اوكسيديشن، ده كده تحول يعني فقد شويه من او تحول شويه بقى من ليبيد سوليبل الى حد ما ووتر سوليبل. الانزيمات اللي هي السيتوكروم بي 450 يا جماعه دول مش انزيم واحد، دول مجموعه من الانزيمات وعائلات. يعني ايه عائلات؟ يعني ده اقسام كذا عيله، وكل عيله تحتيها انواع من الانزيمات زي ما احنا شايفين كده، كلهم بيبداوا اللي هي سيتوكروم بي، بعد كده تلاقي مثلا 1A2 2A6 2B6 2E1، طبعا كلها ارقام ليها معنى بس مش علينا التفاصيل بتاعتها. النون مايكروزومال ميتابوليزم ده فيز 1 بيحصل، يعني اوكسيديشن ريدكشن هيدروليسيس، ولكن مش بالسيتوكروم بي 450، مش بالمايكروزومال انزيمز، دي بمجموعة تانية من الانزيمات زي ما هنشوف دلوقتي. مثلا الهيدروليسيس، ممكن الهيدروليسيس ده يحصل بس مش بسيتوكروم بي 450، يحصل مثلا بمجموعة من الانزيمات اسمها الاستريزس او الاميديزس. الاستريزس والاميديزس دي انزيمات مسؤولة عن تكسير مجموعة من الادوية، من ضمن الاستريزس انزيم اسمه سودو كولين استريز. سودو كولين استريز ده هنسمعه ان شاء الله في الاوتونوميك نيرفس سيستم بالتفصيل يعني قدام. ده مسؤول عن تكسير بعض الادويه زي الساكسينايل كولين وزي اللوكال انستيك دراجز. طبعا الساكسينايل كولين ده يمكن سمعنا عنه قبل كده في الساكسينايل كولين ابنيا اللي هي مثال على الايديوسينكراسي، ده بيتكسر بالاستريز. فممكن لو في جينيتك بوليمورفيزم، كلمه بوليمورفيزم يعني اختلاف في الجينات، يعني في ناس الجين المسؤول عن الانزيم ده مختلف شويه من شخص للتاني، فطبعا بيؤدي لاختلاف في الريسبونس. يمكن النقطه دي اتكلمنا عنها قبل كده في الفارماكوداينامكس. فعشان كده الاستريزس دي ممكن يبقى فيه اختلاف في تكسير الادويه زي الساكسينايل كولين او في زي اللوكال انستيك دراجز اللي هي ادويه التخدير الموضعي، لان هي كمان بعضها بيتكسر بالاستريزس. نفس الكلام المونو امين اوكسيديز، مونو امين اوكسيديز دي مجموعه من الانزيمات مسؤوله عن تكسير الدوبامين والنور ابينفرين والسيروتونين، دي كلهم على بعض حاجه اسمها اندوجينوس امين نيورو ترانسميترز، نواقل عصبيه موجوده داخل الجسم، وكمان مسؤوله عن تكسير ماده كيميائيه اسمها التيرامين. كل الاسماء دي ما نستعجلش، يعني هنفهمها قدام شويه في الاوتونوميك نيرفس سيستم. الالكحول ميتابوليزم، عمليه الالكحول ميتابوليزم بتحصل برضو بانزيمات بس نان مايكروزومال زي الالكحول دي هيدروجينيز والالدهايد دي هيدروجينيز، الانزيمات دي مسؤوله عن تكسير الالكحول. برضو ممكن يبقى في جينيتك بوليمورفيزم في هذه الانزيمات، طبعا هيؤدي الى اختلاف في تكسير الالكحول زي ما هنعرف بعد شويه.
كل ده اسمها فيز 1 رياكشنز. فيز 2 رياكشنز بقى دي اسمها الكونجوجيشن او السينثيتك فيز. عشان خلي بالكم الفيز 1 كان اسمه نون سينثيتك، بينما الفيز 2 ده ليه اسم تاني اسمه سينثيتك رياكشنز. طيب السينثيتك رياكشنز دول او الفيز 2 المفروض ان هي بتبقى بعد فيز 1، بس ساعات بتحصل في بعض الحالات الدواء بيدخل مباشره الى فيز 2 من غير ما يعدي الى على فيز 1. ودينا مثال زي ما قلنا الايزونايزيد. الامثله على التفاعلات اللي بتحصل في الكونجوجيشن او في الفيز 2، اول حاجه ممكن اعمل كونجوجيشن مع جلوكيورونيك اسيد والعمليه دي اسمها جلوكيورونيديشن، او كونجوجيشن مع اسيتيل جروب دي اسمها اسيتيليشن، او مع جلوتاثيون كونجوجيشن. تمام، عمليه الجلوكيورونيديشن يا جماعه تخلي بالكم ان بيحصل فيه حاجه اسمها انتيروهيباتيك سيركيوليشن او انتيروهيباتيك سايكلينج، دي مهمه جدا. ان الدواء بينزل في الانتستين، الدواء ماسك في الجلوكيورونيد، طبعا عمليه الجلوكيورونيديشن يعني بضيف جلوكيورونيك اسيد للدواء. بعد ما ينزل في الانتستين بيبقى فيه موجود بكتيريا بتفصل المركبين عن بعض ويطلع عندي الفري دراج، الدواء يرجع تاني فري ويحصل له ابزوربشن، ودي اسمها انتيروهيباتيك سيركيوليشن. زي ما احنا شايفين هنا الدواء اتحد مع الجلوكيورونيك اسيد، نزل من خلال البايل على الانتستين. المفروض ان هو كان ينزل مع الاستول، لا، في بقى بكتيريا راحت فصلتهم عن بعض، فصلت الدراج عن الجلوكيورونيد، فالدواء بقى فري، فالانتستين بتعتبره ان هو دواء جديد لسه داخل، تروح عامله له ابزوربشن، يروح يدخل الليفر ويشتغل ويروح للجسم ويدي تاثير، بعد كده يرجع للليفر يحصل له كونجوجيشن، بعد كده يحصل له ينزل في الانتستين، بعد كده يرجع تاني، ونفضل عمالين نلف كده، اسمها انتيروهيباتيك سيركيوليشن. ودي طبعا بتخلي الدواء فتره تواجده داخل الجسم بتطول شويه. خلي بالنا ان ممكن عمليه الجلوكيورونيديشن دي اللي بتحصل للادويه بتبقى ممكن تبقى قليله شويه في حديث الولاده النيونيتس، ودي مشكله كبيره. ان انا ممكن لو اديتهم دواء اسمه كلورامفينيكول، ده انتي بكتيريال دراج، بيعتمد الميتابوليزم بتاعه على الجلوكيورونيديشن اللي هو موجود فيها، بتبقى بطيئه شويه في الاطفال الصغيرين دول، فبالتالي الكلورامفينيكول ده كميته هتزيد في الجسم لان مش هيحصل له تكسير كويس، هيتراكم داخل الجسم فيعمل لي حاجه اسمها جراي بيبي سندروم. تلاقي الطفل لونه كده مزرق على رمادي فسموه جراي بيبي سندروم. دي طبعا مشكله كبيره بتحصل مع الكلورامفينيكول بسبب ان ما حصلوش ميتابوليزم واكسكريشن كويس. نفس الكلام عملية الجلوكيورونيديشن دي بتبقى ممكن يحصل، يعني الناتج اللي يطلع منها احنا قلنا المفروض يطلع دواء inactive، لكن ممكن زي في حالة المورفين اللي احنا قلنا عليه قبل كده، لو انا واخد مورفين ممكن يتحول الى مورفين 6 جلوكيورونيد، اديني ضفت هنا جلوكيورونيد للمورفين، بقى طلع لي مركب جديد اسمه مورفين 6 جلوكيورونيد، هو ده كمان active metabolite. يبقى انا خلي بالكم يا جماعه ان الدواء زي الكوديين، لو انا خدت كوديين هيتحول لمورفين ده اكتف، والمورفين يتحول لمورفين 6 جلوكيورونيد ده كمان هو اكتف، فدي برضو بتطول من فتره تواجد الدواء داخل الجسم. ممكن بعد كده يحصل عمليه الاسيتيليشن، ان انا اضيف اسيتيل جروب، ودي بتحصل مع بعض الادويه زي الهيدرالازين، دواء بيستخدم في علاج بعض الامراض في الكارديوفاسكولار سيستم، بيوطي الضغط، دواء اسمه بروكينامايد، ده دواء بيعالج اللخبطه في ضربات القلب يعني بيعالج الاريزميا، والايزونايزيد اللي احنا قلنا عليه او جت سيرته قبل كده اللي هو بيحصل فيز 2 ثم فيز 1، ده دواء بيعالج التي بي تيوبركلوزس. الادويه دي الثلاثه بيحصل لهم كونجوجيشن مع اسيتيل جروب عن طريق عمليه اسمها اسيتيليشن. في بعض الناس بتبقى عمليه الاسيتيليشن دي بطيئه شويه، يعني الانزيمات المسؤوله عن الاستيليشن كسلانه شويه، فالادويه دي بتتراكم داخل الجسم فبتعمل لي حاجه اسمها سيستميك لوبس اريسوماتوزس او الاس ال اي اللي هي معروفه بالذئبه الحمراء، فبتبقى مشهوره خالص المرض ده بالذات، الاعراض بتاعته تلاقي الشخص طلع له كده ايه احمرار في وشه واخد المنطقه بتاعه الخدود والمناخير وشويه طبعا اعراض تانية، مش علينا طبعا التفاصيل دي، بس نعرف ان دي ممكن تحصل، الاعراض دي تظهر بسبب بعض الأدوية لو كميتها زادت في الجسم. مثال ثالث على الكونجوجيشن، أعمل كونجوجيشن مع الجلوتاثيون، وده الجلوتاثيون ده مهم جدا في عملية الميتابوليزم بتاع الأسيتامينوفين اللي احنا قلنا عليها،
وقلنا ان لولا وجود الجلوتاثيون ده هتتراكم الماده الكيميائيه السامه الضاره وتعمل لي هيباتوتوكسيسيتي. فخلي بالكم من الحته دي. وعشان كده لو حصل ديبليشن اوف جلوتاثيون، كلمه ديبليشن يعني خلص المخزون اللي عندي في الليفر من الجلوتاثيون خلص، تبدا بقى الماده الكيميائيه دي ما تلاقيش حاجه تعمل لها ديتوكسيفيكيشن، فتبدا بقى تعمل ليفر دامج وتعمل لي هيباتوتوكسيسيتي، تبدا تاثر على الكبد وتبوظه وتعمل فيه مشاكل. يبقى عشان نلخص يا جماعه، الفيز 1 والفيز 2 الدواء بيدخل عندي بيعدي المفروض فيز 1 اوكسيديشن ريدكشن هيدروليسيس، ثم يطلع من العمليه دي ميتابولايت، الميتابولايت ده يدخل على فيز 2 يعمل يحصل فيه كونجوجيشن على حسب بقى مع جلوكورونيك اسيد مع اسيتايل جروب مع جلوتاثيون، يطلع عندي كونجوجيتد ميتابولايت، وده المفروض ان هو بيبقى ووتر سوليبل وبيبقى جاهز لعمليه الاكسكريشن وخلاص يخرج بره الجسم. زي ما قلنا في بعض الادويه ممكن تدخل على طول لفيز 1 من غير ما تعدي، يعني الترتيب بيتعكس معاها فيز 2 ثم فيز 1. زي ما احنا شايفين هنا الدواء يعني زي اسمه فينيتوين مش مهم الاسم، دخل هايلي لايبوفيليك يعني ليبيد سوليبل، طلع ووتر سوليبل عن طريق الفيز 1 اللي حصل غالبا بيحصل بالسيتوكروم بي 450، ضفت عملت له اوكسيديشن حطيت او اتش جروب، بعد كده دخل على فيز 2 ضفت ليه مركب كيميائي اللي هو الجلوكيرونيك اسيد، عشان كده التفاعل ده اسمه كونجوجيشن، بضيف مركب كيميائي كبير للدواء بتاعي او الميتابولايت بتاعتي، فالناتج اللي بيطلع ده طبعا ماده كيميائيه بتبقى ووتر سوليبل وجاهزه لان هي تطلع بره الجسم، والمفروض ان هي ان اكتيف لان التركيب الكيميائي بتاعها اختلف عن التركيب الكيميائي الاصلي بتاعها، فده بيخليها ما تقدرش تؤدي الوظيفه بتاعتها. لو عايزين نربط الكلام ده بالكلينيكال نعرف حته الاسيتايليشن يا جماعه، ودي مهمه قوي، ان الناس اللي عندهم معدل الاسيتايليشن ده بطيء هيحصل تراكم في الادويه اللي هي زي ما قلنا عليهم الهيدرالازين والبروكيناميد والايزونيازيد، وده يعمل لي الاس ال اي سيستميك لوبس اريسوماتوزس. حاجه تانية مهمه اللي هي عمليه الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن، القصه اللي احنا اللي قلنا ان هي بتحصل دي داخل الانتستين والدواء يفضل يلف شويه كده، دي مسؤول بتحصل عن طريق البكتيريا اللي موجوده في الانتستين هي اللي بتطلع الانزيم، الانزيم ده هو اللي بيفصل المركبين عن بعض ويرجع الدواء يبقى فري بدل ما هو كونجوجيت يرجع فري ويحصل له ري ابزوربشن، ودي مهمه لبعض الادويه زي الاستروجين. الاستروجين ده هرمون تواجده في الجسم او الديوريشن اوف اكشن بتاعته بتبقى طويله شويه نظرا لان هو بيحصل له انتيرو هيباتيك سيركيوليشن، فعشان كده المريض او الست اللي عايزه تاخد استروجين ممكن بتاخده مره واحده بس في اليوم بيبقى كافي لان بيقعد فتره طويله في الجسم بسبب الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن. والحاجه الثالثه الاهميه الثالثه للموضوع ده ان عشان حته ان الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن دي بتحصل او معتمده على وجود بكتيريا نورمال فلورا في الانتستين، استخدام المضادات الحيويه اللي هي واسعه المدى برود سبيكترم انتي بايوتكس اللي هي بتموت انواع عديده من البكتيريا، لما الناس بتستخدم المضادات الحيويه دي لفترات طويله ممكن بتموت النورمال فلورا الموجوده في الانتستين. طب معنى كده ايه؟ معنى كده ان الدواء اللي كان بيحصل له انتيرو هيباتيك سيركيوليشن دلوقتي كده مش هيحصل له، ليه؟ لان البكتيريا انا موتها. فبالتالي تكون النتيجه ايه؟ ان الديوريشن اوف اكشن بتاعه الدواء تقصر شويه، بدل ما كان بيقعد 24 ساعه في الجسم يقعد بس 12 ساعه مثلا او 6 ساعات، لان انا منعت او لغيت الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن بتاعه. طبعا دي مهمه الحته دي، ليه؟ ان ممكن ست بتاخد حبوب منع الحمل، حبوب منع الحمل يا دكاتره بيبقى فيها استروجين، بتاخد حبوب منع الحمل وماشي عليها بانتظام والست ملتزمه وتمام التمام، وعلى الرغم من كده راح حصل حمل. طب ازاي حصل حمل هي بتاخد حبوب منع الحمل؟ ان خدت بقى جالها دور برد مثلا او دور التهاب في ودانها ولا حاجه، وراحت خدت مضاد حيوي مشيت عليه كام يوم، طبعا الكام يوم دول موتوا البكتيريا الموجوده في الانتستين، فالاستروجين اللي كانت بتاخده ما بقاش يقعد فتره كافيه، مش عارف ما بيغطيش ال 24 ساعه، فبالتالي حصل حمل على الرغم ان هي ماشيه على حبوب منع الحمل ومنتظمه عليها، بس ده بسبب ان انا قصرت الديوريشن اوف اكشن بتاعه الاستروجين من خلال الانتي بكتيريال دراج اللي انا استخدمته. نتكلم بعد كده يا جماعه على جزء مهم جدا 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 اللي هي فاكتورز افكتنج بايو ترانسفورميشن.
اول حاجه اللي هي جينيتيك بوليمورفيزم. كلمه جينيتيك بوليمورفيزم معناها تعدد الاشكال الجينيه، يعني احنا الجينات بتاعتنا مش زي بعض، في اختلاف في الجينات. بناء على الاختلاف في الجينات ده بيؤدي الى اختلاف في البايو ترانسفورميشن. ليه؟ لان الجينات اللي مسؤوله عن تكوين الانزيمات بتاعه البايو ترانسفورميشن بتختلف من شخص للتاني. فبناء على هذا راحوا مقسمين الناس الى ناس عندهم الجينات اكتيف وشغاله بصوره اكتر من الطبيعي، فبالتالي معدل الميتابوليزم عندهم سريع، دول سموهم فاست ميتابولايزرز، يعني بيكسروا الادويه بسرعه اكتر من الطبيعي. على العكس ناس تانية الانزيمات عندهم قليله خالص ويعني كسلانه شويه، دول سموهم سلو ميتابولايزرز. طب هل في الاشخاص دول معدل البايو ترانسفورميشن بيفرق؟ اه طبعا اكيد، لما الدواء اديه لواحد فاست ميتابولايزر يبقى هيتكسر بسرعه الدواء، يبقى مش هيوصل للتركيز المطلوب، على الرغم ان هو بياخد نفس الجرعه اللي بياخدها الشخص الطبيعي. يعني انا اخد الدواء اللي بياخدها الشخص الطبيعي اللي هو نورمال ميتابولايزر، بس عشان انا فاست ميتابولايزر فكسرت الدواء بسرعه فتركيزه في الدم بقى قليل. وده بيخلي يا دكاتره في الفاست ميتابولايزرز ان التاثير اللي انا محتاجه ما اقدرش احصل عليه بالجرعه العاديه اللي بياخدها الشخص، طبعا ده اضطر ان انا ازود له الجرعه. في العكس بيحصل مع السلو ميتابولايزر. سلو ميتابولايزر يعني معدل التكسير بطيء، يعني الجرعه اللي انا بديها للشخص الطبيعي لما اديها للسلو ميتابولايزر تخلي الدواء يتراكم داخل الجسم وتركيزه يزيد عن المطلوب ويحصل توكسيسيتي. عشان كده ده يعني الصوره دي يمكن بتوضح شويه اللي انا الكلام اللي انا شرحته. لو انا عندي مجموعه من المرضى بديهم دواء معين بنفس الجرعه، كلهم بياخدوا نفس الجرعه من الدواء، نظرا لاختلاف الجينات اللي هي الجينيتك بوليمورفيزم ما بين الاشخاص، هتلاقي ان مجموعه من المرضى يحصل فيهم التاثير المطلوب، دول اللي هم النورمال ميتابولايزر، في مجموعه يبقى اللي هم الرابيد ميتابولايزر بقى او الفاست ميتابولايزرز، الدواء بيتكسر بصوره اسرع واكتر، فمش بيحصل افكت نو افكت او بيبقى اقل من المطلوب. في العكس في ناس تانية بيبقى نفس الجرعة دي ياخدوها، تلاقي اللي هم سلو ميتابولايزرز تلاقي تركيز الدواء زاد عن الطبيعي فيحصل عندهم ادفيرس افكت، على الرغم ان هم الثلاثة واخدين نفس الجرعة بس اختلف الريسبونس. فطبعا لازم انا اظبط الجرعة على حسب اختلاف، يعني بسبب الاختلاف في الجينات ده. المفروض طلع اتجاه جديد في الطب حاجه اسمها بيرسوناليزد ميديسن، او اللي هو الطب ان انا بفصل الجرعه للعيان على حسب الجينات بتاعته وعلى حسب الاذر كاركترز بتاعته، بحيث ان انا مثلا الشخص اللي هو الفاست ميتابولايزر ده اديله جرعه اعلى من الشخص الطبيعي عشان تبقى كافيه وتدي الايفكت فيه. الراجل اللي هو سلو ميتابولايزر ده اديله جرعه اقل من الطبيعي عشان ايه ما يحصلش فيه ادفيرس ايفكت. اكزامبلز على الجينيتك بوليمورفيزم، في جينيتك بوليمورفيزم ممكن تحصل في الانزيمات بتاعه فيز 1 وفي بتاعه الفيز 2. بتاعه الفيز 1 طبعا قلنا اللي هو السيتوكروم اللي هو الميكروزومال انزيمز، وفي النون ميكروزومال انزيمز. الميكروزومال انزيمز مثال علينا اللي هو السيتوكروم بي 450، في واحد من السيتوكروم بي 450 انزيمز اسمه سيتوكروم بي 2 دي 6. الانزيم ده مسؤول عن تحويل التاموكسفين الى اندوكسفين. خلي بالكم التاموكسفين ده يعني الاكتيفيتي بتاعته، وده دواء بيستخدم في علاج السرطان، الاكتيفيتي بتاعته ضعيفه شويه. وهنا خلي بالكم يا دكاتره من حاجه مهمه قوي قوي قوي، ان في عندي الموضوع هنا ده التاموكسفين ده يعتبر الى حد ما ان اكتيف، بيتحول الى اكتيف ميتابولايت اللي هو الاندوكسفين بالانزيم ده اللي هو اسمه سيتوكروم بي 2 دي 6. طيب دلوقتي انا لما يبقى الشخص ده عنده نقص في الانزيم ده او عنده ان النشاط بتاعه قليل، يعني بنعتبره ان هو سلو ميتابولايزر، خلي بالكم من حاجه مهمه قوي. السلو ميتابولايزر مع الادويه العاديه اللي هي الاكتيف اللي بتتحول لان اكتيف، المفروض ان هي بتزود من تاثير الدواء اللي هو الاكتيف. ليه؟ لان الدواء الاكتيف لما الانزيم بتاعه اللي بيكسره يبقى قليل او نشاطه قليل يبقى مش هيتكسر كويس، يبقى كميته هتزيد في الجسم يبقى يعمل توكسيسيتي. لكن الموضوع ده بيتعكس مع الدواء البرو دراج. ليه؟ لان الدواء البرو دراج اللي هو في المثال اللي علينا هنا اللي هو التاموكسفين عايز يتحول الى الاكتيف ميتابولايت اللي هو الاندوكسفين بال2 دي 6، يعني هيحصل له اكتيفيشن. طب الانزيم ده قليل يبقى كده مش هيحصل له اكتيفيشن كويس. تمام؟
تمام، يبقى تأثيره هنا بقى هيقل. ويمكن الجدول ده بيوضح الكلام اللي انا عايز اقوله. لو انا عندي دواء اكتيف بعمليه البايو ترانسفورميشن بيحصل له المفروض ان اكتيفيشن. طب الدواء الاكتيف ده في الفاست ميتابولايزر ده هيتكسر بسرعه زياده عن اللزوم، كميته هتبقى قليله، يبقى التاثير بتاعه هيقل. في السلو ميتابولايزر يعني تكسيره هيبقى قليل، يبقى هيتراكم في الجسم فيحصل زياده في التاثير بتاعه وقد يصل الامر الى حدوث توكسيسيتي. ده القاعده اللي احنا ماشيين عليها. لكن الدواء الان اكتيف او اللي هو البرو دراج الموضوع هيبقى معكوس معاه. لو واحد فاست ميتابولايزر يعني الانزيم نشط وبيحول الان اكتيف للاكتيف بسرعه اسرع، يبقى كده التاثير هيزيد. بينما السلو ميتابولايزر الانزيم نشاطه قليل فمش هيعرف يحول الان اكتيف الى اكتيف ميتابولايت ويعمل اكتيفيشن للدواء، يبقى كده تاثير الدواء هيقل. الموضوع معكوس شويه مع البرو دراج. وده اللي حصل مع التاموكسيفين، معرفش يتحول للاندوكسيفين في حاله ال2 دي 6 لو هو ديفيشنت او سلو ميتابولايزر. امثله تانية يمكن جه ذكرها قبل كده في وسط الكلام، الجينيتك بوليمورفيزم اللي في السودو كولين ستريز انزيم اللي مسؤول عن تكسير اللوكال انستيك دراجز والساكسينايل كولين، الالدهايد دي هيدروجينيز والالكحول دي هيدروجينيز اللي بيكسروا الالكحول. كل دول امثله على الانزيمات اللي ممكن يحصل فيها جينيتك بوليمورفيزم وكلهم تبع فيز 1. جينيتك بوليمورفيزم ان فيز 2 طبعا اشهر مثال اللي هو الاسيتيليشن بتاع الايزونايازيد. الناس اللي هم سلو اسيتيليتورز يعني معدل التكسير بتاع الايزونايازيد قليل، فالايزونايازيد يتراكم في الجسم فيعمل توكسيسيتي. الايزونايازيد بيعمل توكسيسيتي مشهوره خالص بحاجه اسمها بريفرال نيوروباثي، يعمل التهابات في الاعصاب الطرفيه، الاعصاب بتاعت الايدين والرجلين. فتلاقي المريض ده بيشتكي من حرقان في ايديه وتنميل في ايديه وشكشكه في ايديه ورجليه بسبب الايزونايازيد. طب ليه حصلت؟ عشان كميته زادت. طب هو هل المريض خد جرعه زياده عن الطبيعي؟ لا، هو خد الجرعه العاديه بس الدواء مش بيتكسر كويس، فالجرعه العاديه دي بقت بالنسبه له توكسيك بسبب تراكم الدواء داخل الجسم. الحاجه الثانيه المهمه اللي بتاثر على البايو ترانسفورميشن الايج والسكس. بالنسبه للايج، الايج الصغير قوي والايج الكبير قوي ده بيخلي الشخص سلو ميتابولايزر، معدل التكسير عنده بيبقى قليل عن الشخص الادل. السن الصغير ده بسبب ان لسه الليفر اماتيور، لسه الراجل ده داخل الحياه جديد، لسه الاورجنز بتاعته ما اكتملش النمو بتاعها، لسه الانزيمات بتاعته ما حصلهاش فول ماتيوريشن. نخلي بالنا من حاجه مهمه قوي، ان الانزيمات بتاعت فيز 1 بيحصل لها شهور بسيطة بعد الولادة عشان تبقى ماتيور، بينما الانزيمات بتاعت فيس 2 دي بتحتاج الى سنتين الى 3 سنين على الاقل عشان تبقى ماتيور زي الادلت. يبقى الطفل الصغير ده هيقعد سلو ميتابولايزر لغاية تقريبا سن 3 سنين لولا ما تبقى الانزيمات بتاعته بقت فول ماتيور ويشتغل زيه زي الادلت بالظبط. في السن الكبير بقى الانزيمات برضو معدل الميتابوليزم بيبقى قليل شوية، بس هنا مش بسبب ان الانزيمات اماتيور، لا بسبب ان استهلكت، حصل استهلاك للانزيمات. ده راجل كبير في السن عايش ليه 70 سنه او 80 سنه، حصل استهلاك للليفر بتاعه، حصل استهلاك للانزيمات بتاعته فبيبقى سلو ميتابولايزر. يبقى اليونج ايج والاولد ايج الاثنين سلو ميتابولايزر. بالنسبه بقى للسكس، وجدوا حاجه غريبه خالص، وجدوا ان الميلز رابيد ميتابولايزرز، معدل الميتابوليزم بتاع الادويه اسرع شويه من الفيميلز. ده طبعا يرجع الى هرمونات الذكوره زي الاندروجين هرمون. بعد كده انفايرونمنتال فاكتورز يعني عوامل موجوده في البيئه اللي احنا عايشين فيها، في الاكل وفي الشرب وفي الهواء اللي احنا بنتعرض ليه. السيجاريت سموك السموكينج او الدخان بتاع السجاير، البيستيسايدز اللي هي المبيدات الحشريه. خلي بالكم الاثنين دول بيخلوا الشخص رابيد ميتابولايزر، يعني الراجل المدخن ده اللي بيشرب سجاير على طول نتوقع ان معدل تكسير الادويه عنده سريع شويه، فممكن بعض الادويه تتكسر بشكل مبالغ فيه وما تبقاش افكتيف. فتلاقي بتدي انت المريض ده، ودي مشهوره خالص مع بعض الادويه، انك ممكن تديها للعيان مش جايبه نتيجه معاه. طب لما تدور كده وراه تقول له انت بتشرب سجاير كتير، يقول لك اه ده انا مدخن شره للسجاير، فده ممكن يكون السبب. نفس الحكاية برضو حاجات في الأكل زي حاجة اسمها تشاركول برويلد فودز وحاجة اسمها كروشي فيرس فيجيتابولز، دول كلهم بيعملوا اندكشن للليفر مايكروزومال انزيمز خاصة السيتوكروم B
B1A، وخلي بالكم من الاسم ده عشان بيجي كتير في الامتحانات. دول بيعملوا اندكشن لانهي انزيم؟ 1A. في المقابل بقى حاجه اسمها جريب فروت جوس، عصير الجريب فروت، ده بيعمل انهبيشن للسيتوكروم بي 3A. الشاركول برويلد فودز يا دكاتره، اللي هو المشويات، المشاوي اللي بتتشوي على الفحم، طبعا التعرض للدخان بتاع الفحم ده والدخان اللي بيطلع ده بيخلي بيعمل اندكشن ليفر مايكروزومال انزيمز. الكروشيفيروس فيجيتابلز اللي هي نوع من انواع الخضروات اللي هي زي الكرومب والارنبيط والخس والكابوتشا والحاجات دي كلها اسمها كروشيفيروس فيجيتابلز. لو انا باكلها بكميات كبيره دي تعمل لي اندكشن برضو للليفر مايكروزومال انزيمز. الجريب فروت دي فاكهه، دي زي من عيله الموالح زي الليمون والبرتقال، حاجه كده شبه ما بين الليمون والبرتقال. في ناس بتشرب العصير بتاعها اللي هو الجريب فروت جوس، ده بيعمل انهبيشن بقى للسيتوكروم بي 450 انزيم، تحديدا ال 3A. بعد كده باثولوجيكال فاكتورز، طبعا لو في امراض في الجسم اكيد هتاثر على معدل الميتابوليزم بتاع الادويه، خاصه الامراض اللي بتيجي في الليفر. طبعا اي مرض هيجي في الليفر، احنا قلنا الليفر ده هو المين سايت اوف بايو ترانسفورميشن، فلو الليفر تعب اكيد عمليه البايو ترانسفورميشن هتتاثر. ليفر ديزيزز زي مثلا الليفر سيروزس او الليفر سيل فيلير اللي هو تليف الكبد او الفشل الكبدي. الهارت ديزيز واللنج ديزيز، طب ايه علاقه الهارت واللنجز بالميتابوليزم؟ الهارت يا جماعه ده المضخه اللي بتضخ الدم للليفر، فلو المضخه دي تعبت يبقى الليفر كده مش هيشتغل كويس. اللنجز دي اللي هي المكان اللي بيدخل الاكسجين للجسم، فلو مفيش اكسجين كفايه هيدخل للليفر وهيوصل للليفر يبقى مش هيعرف يشتغل كويس. نفس الحكايه المال نيوتريشن، خلي بالكم مال نيوتريشن هي امراض سوء التغذيه، دي طبعا بتاثر على الميتابوليزم. كل الامراض دي الليفر ديزيز والهارت ديزيز واللنج ديزيز والمال نيوتريشن، كل دي بتقلل من معدل الميتابوليزم وبتخلي الشخص سلو ميتابولايزر، سلو ميتابولايزر. خلي بالكم برضو في حاجه مرض بس مش مكتوب هنا، الثايرويد ديزيزز، امراض الغده الدرقيه. الهايبر ثايرويديزم ده بيزود معدل الميتابوليزم فالشخص بيبقى فاست ميتابولايزر. الهايبو ثايرويديزم ده بيقلل نشاط الانزيمات وبيبقى الشخص سلو ميتابولايزر. اخر حاجه معانا في الفاكتورز دراج دراج انتر اكشنز، ان ممكن ادويه تاثر على معدل البايو ترانسفورميشن، ودي بقى الحته دي بقى مهمه ونركز عليها قوي. في بعض الادويه بنسميهم انزيم انديوسرز، يعني بتحفز الميتابولايزنج انزيمز، وفي انزيم انهبيتورز يعني ادويه بتقلل من نشاط الميتابولايزنج انزيمز. لازم نعرف الامثله كويس لان بتيجي كتير في الامتحانات، امثله على الانزيم انديوسرز وأمثلة على الإنزيم إنهيبيتورز. معلش هي أسماء الأدوية ممكن تبقى صعبة في الأول شوية بس مضطرين نحفظهم. الإنزيم إنديوسرز زي ده اسمه فينو باربيتون، ده واحد من الأدوية اللي هي بتعالج الصرع واللي هي تبع عيلة المهدئات والمنومات. الكربامازيبين والفينيتوين دي أدوية بتعالج الصرع، مرض الصرع اللي هو الإيبيليبسي. الريفامبين ده أنتي بكتيريال دراج، بيستخدم أكتر في علاج مرض التيوبركلوزس. الانسكتيسايدز اللي هي المبيدات الحشريه، والسيجاره سموكينج اللي هو الدخان بتاع السجاير، ويمكن دول قلناهم فوق مع الانفايرمنتال فاكتورز. تمام، خلي بالكم ده. ممكن برضو نضيف ليهم هنا الاكلات زي ما قلنا، الحاجات اللي بتعمل اندكشن زي اللي هم الشاركول برويلد فود والكروشيفيروس فيجيتابلز، دي ممكن نضيفها لقائمه الانزيم انديوسرز. الانزيم انهيبيتورز بقى العكس، دي ادويه بتقلل من نشاط الانزيمات، برضو نحفظهم كويس، زي السايميتيدين ده دواء كان بيستخدم في علاج قرحة المعدة، ده بيقلل من إفراز الحمض بتاع المعدة. كيتوكونازول ده دواء مضاد للفطريات. إريثروميسين ده أنتي بكتيريال دراج، هو والسيبروفلوكزاسين، دول كلهم إنزيم إنهيبيتورز. ممكن نضيف لقائمة الإنزيم إنهيبيتور لأن إحنا مش محددين هنا إن دي أدوية، ممكن نضيف المال نيوتريشن، ممكن نضيف كمان الجريب فروت جوس. الجريب فروت جوس اللي قلنا عليه ده إنهيبيتور. طبعا لو مريض، يعني فكره الانزيم انديوسرز والانهبيتورز يا جماعه في ايه بالظبط؟ ان انا لو جالي مريض لما بساله كده عن الادويه اللي انت ماشي عليها قال لك ده انا عندي مرض الصرع وماشي مثلا على الكربامازيبين، يبقى تعرف ان الانزيمات عنده انديوز. يبقى انا لو هديله دواء تاني معاه، اي الدواء التاني اللي انا هديه له مع الكربامازيبين ده اكيد هيتكسر بسرعه، يبقى العيان مش هيستفيد منه، يا
يبقى لازم ازود له الجرعه حته بسيطه عن الجرعه العاديه. والعكس صحيح مع الانزيم انهيبيتورز، لما يبقى عندي مريض ماشي مثلا لفترات طويله على اريثرومايسين او اي دواء من الادويه دي، يبقى اتوقع ان الانزيمات المايكروزومال انزيمز انهيبيتد، يبقى الدواء اللي انا هديه لو دخل معاهم مش هيتكسر ويعمل توكسيسيتي، فلازم اقلل الجرعه شويه، reduce the dose of these drugs if used with enzyme inhibitors. كل دي حاجات لازم اخلي بالي منها لما اجي اكتب الجرعه للعيان.